بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن درس الفي تي بي. درسنا النهارده هو درس الفي تي بي اللي هو VLAN Trunk Protocol. بعد اذنك قبل ما تسمع الفيديو ده لازم تكون مذاكر الفيديو اللي كان بيشرح الـ Virtual LAN والفيديو اللي كان بيشرح الـ Trunk Encapsulation Protocol والفيديو اللي كان بيشرح الانتر فيلان. كل فيديو من دول مدته ربع ساعة او نص ساعة اقصى حاجة، الانتر فيلان، تمام؟ عشان تتابع معايا درس الفي تي بي. درس الفي تي بي بسيط جدا وسهل جدا. كل اللي انا عايزة اعمله، انا عندي السويتش مثلا زي ما خدنا في اللاب رقم 2 ده، كنا مكريتين فيلان هنا اسمها فيلان 10، وكنا مكريتين هنا فيلان اسمها فيلان 20. ماشي، افترض ان انا على السويتش ده قعدت اكريت فيلانات كتير وادخل فيها، على السويتش ده قعدت ادخل بورتات في مجموعة من الفيلانات انا مكريتها، كريت مثلا فيلان اسمها فيلان 30، فيلان 40، فيلان 50، فيلان 60، فيلان 70. كل الفيرشوال اللي انا عمالة كريتها دي بيتحط في فايل اسمه الفيلان دوت ديت. ماشي، انا عايزه الفايل اللي اسمه فيلان دوت دات ده يتنقل من السويتش ده للسويتش اللي متوصل عليه التاني ده. يبقى انا محتاج ان السويتش ده يكون سيرفر والسويتش التاني ده يكون حاجه اسمها ايه، كلاينت. عشان اعمل الكلام ده هستخدم مين؟ الفي تي بي، الفيلان ترانك بروتوكول. ماشي، هشغل السويتش ده ان هو يكون في تي بي سيرفر، واشغل السويتش ده ان هو يكون في تي بي كلاينت. وما تنساش قبل ما تعمل الكلام ده تكون مشغل البورت اللي ما بين السويتش ده والسويتش ده، تكون متأكد ان البورت اللي بين السويتش ده، يعني مثلا احنا كنا في اللاب بتاعنا كان ده فاست زيرو على 6 تقريبا وده كان فاست زيرو على 7 تقريبا، فمنساش انك تكون مشغل البورت ده ايه، ترام، والبورت ده ترام. ماشي، سويتش واحد ده سويتش اتنين مثلا. طيب ازاي نعمل كونفيجريشن للفي تي بي؟ احنا بص، الاول السويتش اقول ده هروح اكريت عليه مجموعه من البيانات، بيانات 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 وايا كان بقى العدد بتاعهم، واروح على سويتش اتنين ده هروح جاي عاملة عليه ايه، هروح جاي قايلة الكوماندات. هرجع على السويتش الاولاني، سويتش واحد في الكونفيجريشن مود، وتقول له انت يا سويتش هتكون بي تي بي، حالتك المود بتاعك هتكون سيرفر. ماشي، السويتش التاني بقى هتروح عليه تقول له كونفيجريشن مود، هتقول له يا بي تي بي المود بتاعك هيكون كلاينت، تمام؟ وتكريت باسورد على سويتش الكلاينت والسويتش اللي هيكون ايه، ده السيرفر وده اللي هيكون كلاينت. هنروح نكريت باسورد هنا عن طريق انك تقول كوماند في تي بي باسورد سيسكو مثلا، او شوف انا هبقى مدياك في اللاب ايه. والفي تي بي هنا باسورد، لازم الباسورد اللي يكون متكريت على السيرفر يكون هو اللي متكريت على الكلاينت. ونعمل دومين في تي بي دومين، انت مثلا في سينيور وهنا في تي بي دومين سينيور. خلي بالك من الترتيب، يعني لازم الكوماند ده بعد كده الكوماند ده. ماشي، طيب وبعدين نيجي على السويتش اللي هو سيرفر ده، نروح مكريتين عليه بقى ايه، كريت نقول يا فيلان، هنكريت فيلان اسمها فيلان 100 مثلا، فيلان اسمها فيلان 200 مثلا، فيلان 300 وهكذا. ماشي، بعد كده نيجي نبص على سويتش 2 اللي هو بقى كلاينت، نكتب عليه شو فيلان، هنلاقي فعليا الفيلانات اللي انا كريتها على السويتش السيرفر هلاقيها راحت لمين، للكلاينت. نروح على سويتش 2 ده في البريفليج مود ونكتب شو فيلان ونشوف كده. ماشي، تعالى كده في اللاب بتاعنا، احنا هنستخدم اللاب بتاع الترام، احنا كنا مستخدمينه في الترام ده، لاب الترام. هناخد الرسم الانصر ولا من غير انصر؟ تعالى ناخد هذا الانصر. احط لك اللاب نفسه
فانت بقى تستخدمه انت في الكونفيجريشن بتاعك. فايل سيف ايه هحطهولك فين؟ في درس اللاب بتاع الفي تي بي. انت هتاخد اللاب تشتغل عليه الاوامر اللي انا هشرحها دلوقتي، ماشي؟ وبرضه هحطلك اللاب في النهاية، هو محلول يعني. كده بقول لك لازم تكون مذاكر الفيديوهات اللي فاتت، لان كل لاب معتمد على اللي قبله. انا اصلا كل دول بشرحهم في محاضره واحده، الفيلان والترانك والانتر فيلان، في محاضره 6 ساعات. بي تي بي ويز اوت انسر، ماشي. تعالى بقى هنعمل ايه؟ هنيجي على السويتش اللي فوق ده، احنا كنا مكريتين عليه فيلان 10 ومكريتين عليه فيلان 20، وقايلين ان البورت 0 على 6 ده ان انت ترانك، ونفس الكلام على السويتش اللي تحت ده. الاوامر حتى هتلاقيني كاتباها جنبهم هنا، ايه كنا مكريتين عليه فيلان 10 ومكريتين هنا فيلان 20 وعنده فيلان 1 طبعا، والبورت 0 على 7 عامل عليه ترانك. الفكرة بقى ايه؟ الفكرة ان انا هاجي على السويتش اللي فوق ده اقول له انت حالتك سيرفر، وهاجي على تحت ده اقول له انت حالتك ترانسبيرن، قصدي كلاينت، وبعد كده اروح جاية ايه مكريتة فيلانات هنا واشوف فعلا هتوصل تحت ولا لا. وبعد كده نتكلم شوية حاجات كده نظري في درس الفي تي بي. تعالى كده نيجي على السويتش اللي فوق ده، الجديد ان انا هاجي كاريت شوية فيلانات وايه واخلي المود بتاعه سيرفر انيبل الفي تي بي المود. لا اخش في كونفيجريشن مود الاول، كونفيج تي الفي تي بي المود هنسميه المود بتاعي هيكون مين؟ سيرفر. يقول لي خلي بالك وانا اصلا كسويتش الديفولت بتاعي ان انا بكون سيرفر، اقول الفي تي بي دومين المنطقه بتاعتك اسمها اي حاجه، انا اسميها باسم الشركه سينيور. بعد كده الفي تي بي باسورد هيكون سيسكو. بعد كده ايه نسيب الكلام ده و دبليو ار، هنروح على السويتش التاني نخليه كلاينت. ادي السويتش التاني، انيبل كونفيج تي، هنقول له في تي بي المود بتاع كلاينت البي تي بي دومين سينيور البي تي بي سينيور باسورد سيسكو دو دبليو ار. تعالى نروح على السويتش اللي هو سيرفر ده نكريت شوية فيلانات. مثلا هاجي اقول يا فيلان يلي اسمك 100 ونسميها نيم، نسميها ايه؟ نعم مثلا نكريت بي تي بي فيلان اسمها 200 نسميها نيم محمود، هسميها باسم ابني بقى الجاي فيلان 300 نسميها مالك، ماشي دو دبليو ار. كده ان السويتش ده عنده فيلان اسمها 100 وفيلان اسمها 200 وفيلان اسمها 300، وعنده طبعا كنا مكريتين في اللاب القديم بتاع الترانك فيلان 10 وفيلان 20 وعنده فيلان 1، ماشي. طيب تعال نبص على السويتش اللي تحت ده اللي هو بقى كلاينت، نعمل عليه شو فيلان فين دو شو فيلان دي دو شو فيلان دو شو فيلان. بسم الله هلاقي السويتش الجميل ده اللي هو كلاينت اتبعت له ان في فيلان اسمها 10 واتبعت له لا اتبعت له ان في فيلان اسمها 100 واتبعت له ان في فيلان اسمها 200 واتبعت له ان في فيلان اسمها 300، وهو بالديفولت يعني انا كنت مكريت عليه فيلان 10 وفيلان 20، ماشي. بس يعني انا لو ما كنتش مكريت عنده 10 20 كانوا هيتبعتوا له يعني، تمام. طيب تعالى كده نكريت على كلاينت بقى التريكات اللي موجوده هنا. هو انا لما اكون كلاينت يا يعني مش مهندسه، طب انا عايزه اكريت على الكلاينت ده فيلان اسمها 400 مثلا، اقول لك لا الكلاينت ما يقدرش يكريت فيلان. يعني لو جيت على السويتش ده كده دبل كليك كده وجيت قلت له انا عايزه اعمل فيلان اسمها 900، ويقول لي لا انت مش مسموح لك تكريتي فيلان لان انت كلاينت، انت في المود اللي اسمه كلاينت، تمام. طيب نقطه تانية ايه، واحد يقول لي طيب يا شمهندسة هو بيبعت الفيلانات بالبورتات اللي جواها؟ يعني مثلا هنا كان في فيلان اسمها 10 جواها يعني منتمي ليها بورت 0 على 1 و 0 على 2، يا ترى لما يجي هنا يبعت مثلا فيلان 10 هيبعتها بالبورتات 0 3 و 0 4؟ اكيد لا طبعا، هو بيبعت بس رقم الفيلان والنيم بتاعه، ماشي.
مش بالبورتات اللي جواه. والميزه ان انا بخلي الكلاينت ده ما يقدرش يكريت اي فيلانات، وما يقدرش يدخل بورتاته غير بالفيلانات اللي جايه له. تمام. طيب النقطه الثانيه، هو الكلاينت ده بيحط المعلومات اللي جايه له من الفي تي بي على ايه؟ بيحط المعلومات اللي جايه له من الفي تي بي على الرام طبعا، ماشي. كل ما رسترو يروح يدور مين السيرفر وياخد منه الفيلان داتابيز، ماشي. دي النقطه الثانيه. طب النقطه الثالثه، النقطه الثالثه بيقول لك بص، هو احنا الامر بتاع الشغل اللي هنستخدمه هنا هو اسمه دو شو في تي بي ستيت، هو اسمه شو في تي بي ستيت، بس عشان انا مش في المسار بتاع البريفليج مود فبكتب دو قبل الكوماند. تمام. ده الكود ده بيقول لي انت حالتك ايه. انا حالتي كلاينت وواقع في دومين اسمه سينيور، ماشي. والكونفيجر ريفيجن، الريفيجن اللي عليا الكونفيجريشن ريفيجن اللي عليا قيمتها 10، ماشي. طيب في نقطه هنا مهمه خالص، تعال بص كده على السويتش اللي فوق ده كمان، هنكتب عليه شو، وريني دو شو بي تي بي ستيت، هيقول لي ان الكونفيجريشن ريفيجن اللي عندي 10 زي السيرفر اهو، وزي قصدي الكلاينت، والحاله بتاعته سيرفر، والدومين بتاعه سينيور، ماشي. طيب هي ايه الفكره؟ بيقول لك بص، انت لو جبت سويتش وجبت تربطه مع السويتشين دول، اي سويتش الديفولت بتاعه بيكون سيرفر، صح؟ فتخلي بالك لما نجيب سويتش جديد لو سمحت تعمل له ريسيت، وهنتعلم ان شاء الله في فيديو كده ازاي نعمل ريسيت للسويتش في الفيديوهات الجايه، يعني هنتعلم ازاي نعمل ريسيت للسويتش، ازاي ارجعه زي ما كان جاي من المصنع، وبرضه هنتعلم باذن الله ازاي نعمل باسورد ريكفري للسويتش بس على اللاب، على سويتش حقيقي لان الباكت تريسر مش بيدعمه. تمام. طيب يا باشمهندسه، انا لازم اعمل له ريسيت ليه بقى؟ بيقول لك في الانترفيو انت لو جبت سويتش جديد وجيت تحطه في الشبكه، وكمان بيجي سؤال في السي ان اي، شوف ده السي ان اي، يقول لك وانت لو جبت سويتش جديد وحطيته في النتورك بتاعتك ايه المشكله اللي ممكن تقابلك؟ يقول لك بص، السويتش اللي صاحب الكونفيجريشن ريفيجن الاعلى، تمام، بيخلي بقيه السويتشات يتعاملوا معاه كانه هو السيرفر بتاعهم، وبالتالي هيمسحوا اي فيلان داتابيس كانوا متعلمينها من السيرفر القديم، وياخدوه المعلومات بتاعت الفيلان من السيرفر الجديد. يعني مثلا لو ده كان كلاينت عليه فيلان 100 و200 وفيلان 10 و20 مثلا وفيلان 300، وانا جبت سويتش جديد للشركه كان عليه كونفيجريشن قديم لفيلانات مثلا واحده اسمها 10 واحده اسمها 1900 والارقام دي، هيروح مسح القديم، مش هيبقوا موجودين خالص، بيحط فيلانات جديده خالص، وانت اصلا عامل كونفيجريشن للبورتات جوه فيلانات مبقتش موجود. فاهم؟ فاهم لي مشكلة عندي في النت، فلازم لما تجيب سويتش جديد تعمل له ريسيت. تمام. في نقطة كمان هنا هروح اشرحها بس على البورد بقى، مش مستاهلة ان انا نطبقها عملي. يقول لك طب افرض وانت بتوصل، احنا كده خلصنا يعني اللاب، بس بقول لك افرض وانت بتوصل هنا السويتشين دول كان في سويتش، يعني ده كان في سويتش واقع هنا في النص كده، سويتش واحد سويتش تلاتة، ده واقع في النص ما بين سويتش واحد وسويتش اتنين، سويتش واحد ده سيرفر وسويتش اتنين ده مين كلاينت. طب سويتش اتنين ده هيعمل ايه؟ لو انا عايز انقل معلومات الفي تي بي من سويتش واحد لسويتش اتنين، لازم سويتش اتنين ده يكون فاهم ان في حاجه اسمها في تي بي. طب ما هو في نفس الوقت انا سويتش التلاته اللي في النص ده انا مش عايز اخليه ياخد حاجه من السيرفر، يعني انا لو خليته كلاينت مش عايز كلاينت يبقى هياخد الفيلان داتابيز من السيرفر، انا عايز اكريت بايدي على سويتش ده الفيلانات، يعني مش عايزه يعتمد على السيرفر. فبيقول لك في الحاله دي بتخلي السويتش اللي واقع ما بين سيرفر وكلاينت بتخليه حاجه اسمها في تي بي، بتكتب المود والحاله ترانسبيرنت، وكانه شفاف كانه كوبري كده ترانسبيرنت. لو انا طلبتها منك في اللاب هتعمل كده. ما ننساش طبعا تقول الفي تي بي الدومين بتاعك سينيور، انا كاتبه اسم الشركه على فكره، يعني ممكن تكتب اي حاجه تانية، في تي بي باسورد كده. خلصنا لاب الدي تي بي. المحاضره الجايه باذن الله هنتكلم عن الدي اتش اس بي سيرفر، دي اتش اس بي سيرفر، ماشي. بنفعل الدي اتش اس بي سيرفر على مين؟ بنفعله على ال، ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم فيها عن الدي اتش اس بي سيرفر، لاب بسيط جدا عن الدي اتش اس بي سيرفر، ماشي. وبعدها باذن الله هعمل لك لاب بيربط ما بين الدي اتش اس بي سيرفر وما بين الاستاتيك راوت، هتلاقي مرفوع دلوقتي على الشانل شرح الاستاتيك راوت لو انت يعني ما تعرفش عنه حاجه، ماشي. بعد كده الفيديو اللي وراها بقى هرجع لك ما بين الدي اتش اس بي
وما بين الفيلان وما بين الترنك وما بين الفي تي بي وما بين كل اللي خدناه الانتر فيلان، وادخل لك كمان معاه الاستاتيك راوت. يعني بص اللاب هيبقى لاب من كل الفيديوهات اللي اترفعت لحد دلوقتي على الشانل. هي كل اللابات انا بحب ان اللاب يبقى بسيط، مش لازم اللاب يبقى معقد عشان تفهم. انا ليا ان في حاجه اسمها دي اتش بي سيرفر عايز اشغله، هعمل ايه؟ الكونفيجريشن بتاعه كذا والفكره بتاعته كذا. في حاجه اسمها ستاتيك راوت، الكونفيجريشن بتاعه كذا والفكره بتاعته كذا. الموضوع مش محتاج تعقيد ان انا احط لك لاب معقد اصعب الدنيا عليك. انت عايز تحل لابات اكتر، حل ماشي. لو عايز نرفع لك لابات تتدرب عليها اكتر، هرفع لك ان شاء الله في الفاينل بتاع الكورس، هرفع لك لابات كتير تتدرب عليها بالحل بتاعها برضه. يعني اللاب من غير حل وانت ومعايا الحل عشان لو هتتاكد من الاجابه بتاعتك، تمام؟ بس فيا ريت تبقى ماشي معايا بالترتيب اللي انا ماشيه في المحاضرات بتاعتي. هتلاقي كل فيديو مترقم جنبه هو رقم كام، امشي مع الرقم. في حاجه انت عندك فضول وعايز تسمعها ان شاء الله لو رقمها 18 اسمعها، بس خلي بالك انا بنبه تاني اهو ان كل فيديو معتمد على اللي قبل منه. انا وانا بشرح فيديو رقم 18 ببقى عارفه ان كان قبل منه المعلومه اللي انا محتاجاها فيه. فلو لقيت نفسك في حاجه واقعه منك كنت تسمع فيديو 18 اكيد هي مشروحه في اللي قبل منه وانت اللي فوتها، تمام؟ بس والتكرار بيعلم الشطار، يعني حاولوا دايما تراجعوا وتكتبوا من الاوامر بايديكم وتطبق اللاب بايدك مره واتنين. بقى حاول تختار في اللاب، امسك ورقه وقلم كده وطبق، وبعد كده تعالى طبق على الباك الترسل. انا شوف انا بشرح لك على ورقه وقلم، يعني انا فعليا هنا فاتحه بورد اهو بشرح لك عليه. انا ما بعرفش خالص حكايه باوربوينت وبي دي اف والجو ده، يعني انا من الناس القديمه اللي هي بتاعت لا انا لازم اكتب بايدي وافهم. ماشي، بس اشوفكم على خير. السلام عليكم.